السلام عليكم اخوتي، معكم محمد الرامي. نهضروا ان شاء الله في واحد موضوع يكون شي حاجه على الاصدقاء، حس الصديق، الرساله الصديق، الصديقه. المهم اللي شافوا شي واحد يكونوا اونصوب جروب، يكونوا بحال عطيهم شي موضوع، عطيهم شي فكره، عطيهم شي حاجه عاونوه ساندوه باش يطيحوا منه. كاين شي نوع حسن يا اخوتي كيكون كيعطيهم شي فكره تكون مزاونه هيدا، فهمتي؟ حتى مثلا شي مشروع، شي حاجه بحال هكا كينقصوا منه، اولا كيطيحوه، اولا مثلا كيضحكوا عليه بحال هذا الجروب كيضحكوا عليه، هاتي ناس من شي حاجه، هاتي هناك، هاتي هذيك. من احسن ديك الموضوع جنب، كون مع الصديق ديالك عاونو. قصه كامله كتوقع، القصص هادو كاملين كيوقعوا لبنادم، فهمتي؟ ماشي زعما انا ولا هذيك، كلشي كيوقع. المهم الا كنتي الصديق ديالو عاونو مزيان، ماشي طيح منو. ديك النوع ما خصوش يكون مره يكون الصديق ويكون في جنب الصديق ديالو، ماشي يكون الصديق على صاحب المصلحه، فهمتي؟ يكون الصديق القصة دي انا وقعت لي هاد الايام وني مصلحة وكدا وهادي نخرجو وكدا، وداكشي كامل مصلحة. الا كان الصديق مصلحة يبعدو منو، فهمتي؟ ان شاء الله في راسكم. معكم محمد الرامي.